السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ده المقطع الخامس للمحاضرة الثالثة للفي بي ماب. الناس اللي حابة ان هي تعمل تقييم سليم جدا جدا للطفل ومش معاها اللي هي البروتوكول ولا الجايد بوك اللي هو كتاب المرشد ولا البروتوكول للفي بي ماب اللي هو الاصلي، وعايز تشتغل صح قوي، في للفي بي ماب نسخة الكترونية. النسخة دي موجودة على موقع www.vbmapabb.com، تقدر تدخل فيها اللي هي دي وبتعمل حساب عليها، بتعمل بتشتريها اللي هي بتعمل بيرشز ليها. عندك بتختار عندك عدد الأطفال، تختار عدد واحد، كل حاجة ليها سعر. مثلا أنا عاملة أكاونت عليها وبختار اللي هو طفل واحد، ولي سعرها الطفل الواحد بيكلف تقريبا 20 دولار. كل ما عدد الأطفال زاد، لأن كل طفل طبعا ليه أسسمنت وليه ملف خاص بيه، كل ما السعر زاد. زي ما انتوا شايفين دلوقتي هنا قدامكم في النسخة بتاعتي، أنا هنا ده الحساب بتاعي أنا على الفي بي ماب اي بي بي. بصوا زي ما انتوا شايفين هنا، عندك هنا المايلستونز اللي هي تقييم القدرات والبيريرز والترانزيشنز. احنا طبعا اتكلمنا عن المايلستون وعرفناها وكلمنا عن البيريرز. تعالوا نشوف هنا كده، لو انا عايزة ادخل عليه من هنا اعمل، انا عندي هنا اهي، بصوا عندي هنا اهي الايج والمايلستون والبيريرز والترانزيشن والاس سي والكومبليت. دي كل الحاجات اللي انا بشتغل عليها على الفي بي ماب. تعالوا نشوف البيريرز اسسمنت، اضغط عليها بتدخلني على طول على البيريرز اسسمنت بتاعت الطفل. بصوا انا كنت هنا عامله هنا بيريرز اسسمنت، هو كان بيديني هنا الملف بتاعي. انا عايزه بس اجيب لكم من الاول، انت بتدخل هنا بتختار هنا البيريرز اسسمنت، دوس كرييت اسسمنت، وتختار من هنا البيريرز اهي بيجن، وعندك هنا مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم. هنا بصوا هنا كده عندكم هنا الكويتشنز بتاعتك اللي هي التقييمات بتاعتك، عندك من 1 ل 24، هي دي السلوكيات المعوقة في البيريرز اسسمنت. كل حاجة موجودة بقى عندك انت دلوقتي، كل اللي عليك انك انت بتختار. انا مثلا هختار هنا مثلا في السلوكيات السلبية وليكن هختار 1، اعلم على رقم 1. بصوا انا معلم على رقم 1 وبيديني 1، هو بينقل على طول لوحده اوتوماتيك. شايفين انا عملت 1 خلصتها، نقل على رقم 2 لوحده. بص في المربعات اللي فوق دي، نقل على رقم 2 لوحده. وبعدين انا مختار مثلا، هختار هخلينا نختار كلهم مثلا دلوقتي 1 اهو، تمام. بستنى هو بينقل لوحده، جاب لي رقم 3 اختارها برضو 1، رقم 4 هختار برضو 1، رقم برضو اختار 1، وليكن انا بعمل تقييم عشوائي عشان اوريكم هو بيعمل ايه. 6 هختار 1، 7 اختار 1. احنا نقول دلوقتي مثلا من 1 ل 8 او من 1 ل 7 انا اخترت 1، خليني بقى نشوف 8 مثلا اختار 4، الباقي اختار مثلا 8 اخترت 4 حسب طبعا الطفل. انا بختار دلوقتي عشوائي عشان اوريكم ايه اللي هيحصل. 4، 9 برضو هختار 4، 10 وليكن مثلا اختار 4 كده. انا من 8 ل 10 اخترت 4. طيب تعالوا نشوف الباقي، مثلا هنختار 0 0 0، انا بختار عشوائي عشان بوريكم بس ايه اللي بيحصل. هو بينقل لوحده من سؤال لسؤال او من سلوك لسلوك. وصل دلوقتي ل 16، انا بختار دلوقتي كله 0، اختار خلاص خلاص 0 0 0. انا بختار، مش بقول، انا بقول لكم انت عشان تسمعوني، 0 هنا بختار برضو 0، هو انا بختار على الرقم هو بينقل على طول وبيسجل. 0 22 0، 23 0 مثلا، 24 اللي هو الاخير بختار برضو فيه 0. تمام. تعالوا بقى نشوف ايه اللي حصل. انا خلاص دلوقتي كده 24 اختار 0، انا كده دلوقتي خلصت كل 24 سلوك ليا. طيب تعالوا نشوف دلوقتي بعد ما انا خلصت ال 24 سلوك، هو بيدخل على السلوك اللي بعديه، فانا هقول له لا انا عايز البيريرز اسسمنت
بتاعتي عشان عايزة اشوف الرسم البياني. لو تفتكروا احنا خدنا من رقم 1 لحد 8 كنا بناخد 1 بس اهو، اللي هو ده. بصوا احنا اللي في الازرق اجي 1 1 على هنا، اعمل كم مربع في الازرق لان الاصفر ده انا كنت عامل كم واحد، من 1 ل7 كنا واخدين 1. فتعالوا نشوف، او من 1 ل8 ادي 1 2 3 4 5 6 7 لحد 7 كان عامل، كنت مختارة معيار 1 فهو فعلا لون لي كم مربع، سوري كتابة، لون لي هنا ادي مربع وادي مربع وادي مربع 2 3 4 5 6 7. وبعدين خدت بعد كده من 8 ل10 4 اهو، ادي من 8 ل10 ادي 4، 1 2 3 4 ادي لون لي 4، لون لي هنا 4، لون لي هنا 4. بعد كده خدت الباقي كله 0، ادي الزيرو اهو هنا مفيش خالص، 0 0 0 0. احنا الازرق ملكوش دعوه بالاصفر، الاصفر ده انا كنت عامله اسسمنت قديم، دلوقتي بعمل اسسمنت جديد باللون الازرق اللي انا عملته معاكم دوت دلوقتي. كنت بختار اللون الازرق عشان ادربكم واعلمكم عليه واعرفكم ازاي البير اسسمنت في في بي ماب اي بي بي بتشتغل. اهي خلاص هو اوتوماتيك، انا بختار هو بيسمع هنا في النسخه الالكترونيه على الرسم البياني او الفورم البريس اسسمنت فورم، وهو بيعملها اوتوماتيك. خلاص كده اهو شايفين هو عاملهم لي كلهم زي ما انا اخترت هناك اهو، كله زيرو الباقي زيرو. احنا تقييمنا الازرق، بصوا انا عملنا من 1 ل7 كنت مختاره 1 فعمل لي مربع 1 اهو زي ما انا مختاره، وبعدين كنت مختاره 4 فعمل لي 4، ثم بعد كده قعدت من 8 لحد الباقي لحد 24 اخترت زيرو، فبالفعل طبعا سابها لي فاضيه. ده بالنسبه للبيريس اسسمنت. طيب تعالوا نرجع كده ورا وناخد مثلا مايلستون، كل حاجه موجوده عندكم. بصي اختار المايلستون، في المايلستون اهي، ثواني نجيب تاني المايلستون الاول، مايلستون انا كنت عامله هنا 4 تقييمات كنت مختاره فيهم 0، فبالفعل هما كلهم طبعا 0. لو انا مثلا دلوقتي عايزه ارجع لكم تاني واختار من الاول خالص مثلا المايلستون اختاره واعمله، انا عايزه اجيب لكم المايلستون من اوله خالص. بس هو عشان انا خلصت الاربعه بتوعي في المايلستون فواضح ان انا مش هعرف اجيبه. انا مش عايزه اجيب لكم طبعا الجديد لان احنا لسه ما شرحناش اللي بعد كده، فاحنا انا بجيب اللي احنا عاملينه. بس انا عايزه اقول لكم ان الفكره ان انت سهل جدا الموضوع، انت مجرد ما انت بتعلم هو بيبدا يعمل لك كل حاجه، وفي الاخر بيعمل ايه. طب تعالوا شوف كده في الاخر بيعمل ايه. انا خلاص خلصت اهو البريس اسسمنت بتاعتي. طيب بيقول لك ايه بقى في الاخر؟ بيقول لك داونلود بي دي اف، بتدوس عن داونلود بي دي اف بينزل لك على الجهاز بتاعك بي دي اف بكل البيانات بتاعه التقييم بتاعك للطفل اهو. هو هيحمل لي دلوقتي على الجهاز البي دي اف بتاعي اللي هو التقييم اللي انا بكتبه في الاخر، او ان انا اعمل برنت بيعمل لي برنت على طول. ادي حولني هو على البرنتر بتاعتي بالواي فاي، تبدا تفتح البرنتر الصفحه اللي عايزه اطبعها واطبعها، اللي هي بيطبع لي الصفحة دي اللي هو بص بقى كاتب ايه في في البي دي اف بتاعي. كاتب لي دلوقتي هنا طبعا الاختبار الاول واديني اللون بتاعه، ده الاختبار التاني باللون الاصفر مثلا، ده الاختبار التالت، ده الرابع، ده في المايلستون لا في البيريرز اسسمنت وبيقول لي كمان التاريخ بتاع التقييم بتاعي وكل حاجة عنه، وبيديني طبعا الرسمة الفورم بتاعتي، حتى الالوان زي ما انت بتختارها بالظبط بتطبع لك. ده بالنسبه للفي بي ماب اي بي بي، ده سهل جدا وارخص بكتير من الكتابين لو انتوا مش قادرين تشتروا الكتابين من على الموقع، وكمان انت بتشتريه اونلاين بيفضل موجود عندك على الحساب. غير الكتابين لازم يكون عندك فيزا الكترونيه وحوارات يعني.
فانا حبيت برضو ان انا انقل لكم الجزء ده لانه ممكن يكون مفيد جدا لناس كتير، خصوصا اولياء الامور، حتى كمان الاخصائيين. بعد كده لما نيجي نخلص باقي التقييمات ونشوف البرنت الاخير لكل بقى الحاجات دي، هتلاقي فعلا هو سهل لك انت كل ما عليك انت بتختار، بس هو بيعمل كل حاجه اوتوماتيك. تمام، اتمنى يكون ده كمان مفيد ليكم. شكرا جزيلا، اميره الدمراني.